أنا أحمد شبري بلادي، مقيم في مدينة كفر تخارين. السبب الطيران في بتر أجر الجمعة من فوق الركبة، ودعت منظمة بسمة أمل لدورة إدارة مشاريع، والحمد لله رب العالمين استفدت كثير أنا منه، وصار عندي قدرة أني أقوم بأي مشروع لحالي. أنا إبراهيم محمد ديب عينونة من مدينة كفر تخارين. اليوم دعتنا منظمة بسمة أمل عن طريق رابط بخص جماعة مصابي الحرب لنفوت بمجال إدارة المشاريع وتطوير والمقترحات. مشروع همام 2 الهدف العام منه هو تعزيز التماسك الاجتماعي ما بين أصحاب الهمم اللي هم مصابي الحرب والنساء المستضعفات لأدخالهم بسوق العمل. الهدف المحدد من المشروع تمكين 80 شخص من مصابي الحرب والنساء المستضعفات على تأهيل الحاسوب، بالإضافة ل 80 شخص من مصابي الحرب والنساء المستضعفات على إدارة المشاريع وتطوير المقترحات، بالإضافة لنشاط ثاني يلي هو نشاط التشبيك ما بين المتدربين المتأهلين لهالدورتين وما بين المنظمات الفاعلة في المجتمع.